مساء الخير يا فندم. نعم مساء النور. حضرتك تحب تقول لي حاجه؟ لا شويه كده، ولا اقول لك هات لي شاي؟ تحت امر حضرتك. بمل. ماشي يا حبيبتي، يلا سلام. جلال يخيبك. طب تعمل ايه هنا؟ تصدق اخر حاجه كنت اتوقعها اني اشوفك هنا اهو. شفت ربنا. بقول لك ايه، لمي نفسك، احنا في وسط الناس، في وسط مكان عام. عام؟ كل عام وانت بخير يا حبيبي. بتتكسف قوي؟ بقول لك ايه، هتجيب اللي عليك ولا اعمل فيك؟ ليه يا اختي؟ ايه حيلك عليا؟ انت مدايناني وانا معرفش. مدايناك بس؟ ده انا مدايناك ونص وثلاث ارباع. ولا نسيت ال 4000 جنيه؟ 4000 جنيه بتوع ايه يا حلاوه؟ بتاع ايه؟ بتاع شهر يا حبيبي بحاله. شهر بحاله قعدته معاك، لففتني اسكندريه كلها، خليتك تحس انك في الجنه، حسستك انك سيدي الرجاله، ولو انك يعني لا مؤاخذه. بت انتي اهدي شويه، اهدي. ما انا هاديه اهو يا حبيبي، شايفني يعني متشيطنه؟ انا يا حبيبي لما نفسي وعارفه حدودي، مفيش حاجه في الدنيا بتبعترني غير اما احس اني اتسكعت على قفايا. بقى يا ناقص يا واطي، تسرقني انا؟ تاخد اللي حيلتي وتهج. قالوا تدفعني ثمن الشقه كمان، وانا عبيطه فاكراك ابن ناس، اترج عر وسنكوح. صلاه النبي عليك يا اختي، هو انت يعني اللي شريفه قوي؟ يا خاله شريفه ولا نيله، انا حقانيه، احب اشتغل اخد حقي، ما احبش تعبي يروح هدر، بحزن على شبابي بتقهر. بالك انت يا واد يا جلال، لو اعرف اني هشوفك هنا اهو اقسم بالله كنت جيت اشتغلت لهم صبي ويتر. في ايه؟ ما تضحك يا واد، فك كده، ما تبقاش بدله. اب. نعم يا اختي. هات اي حاجه، اصل لسه خارجه من السجن عقبال عندك، ما اشفرك. والله ومين سامعك؟ ما انا زي حالاتك يا اختي. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، ولا ورحمه الغالي والرخيص. بس خلاص خلاص، بلا غالي بلا رخيص، ده انتي. ايوه كده اب. لسانك ده عايز قطع. اتفضلي. كام دول؟ 500 جنيه؟ ماشي، يبقى لسه عليك 3000 ونص. وعشان انا بنت جدعه مش هحاسبك على اجره الميكروباص اللي رجعت بيه. طب يلا يا اختي قومي هز طولك بقى، يلا خلينا نخلص. مش اما اعرف اجيبك تاني ازاي؟ مش وقته دلوقتي يا نوجة، انا في حد مهم جاي لي دلوقتي، لو شافت معايا هتبقى مصيبه. طب ما تسيبك منه، اكيد مش هم مني يعني. تعالى نسهر مع بعض النهارده. لا 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 فكك مني خالص. قول لي رقمك كده. بصي امسكي، خلينا نخلص. كارت؟ ويا ترى مكتوب فيه بقى انك نصاب؟ اكيد لا، ما ينفعش عشان ما تتفقس. خلاص بقى نوجة قومي بقى يلا. ماشي ما تصبر. يلا. السلام عليكم. يا مات يا مات، تعالى. تحت امر حضرتك يا فندم. بقول لك انا جعانه عايز اكل. ده تأمري بيه. جيب لي شويه فته وكفته وحمام. عندك ممبار؟ عندي. طيب اوكي. يا جلال اتاخرت عليك؟ اه طبعا اتاخرت جدا، معلش سوري. طب يلا بينا، انا اتخنقت من المكان هنا. ليه بس؟ يلا يا ميرفت هقول لك بعدين، يلا بس. ليه هنروح فين؟ مفيش حاجه يلا.